احنا معانا على الهاتف الاستاذ ناجي سعد الفنان القدير. مساء الخير يا استاذ ناجي. مساء الخير يا غالية حبيبتي. مساء الخير. ازيك يا مدام شهيرة؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا رب، صحتك تكون بخير. اشكر ربنا الحمد لله، نعم علينا كتير. طب يا حبيبتي الحمد لله. استاذ ناجي، احنا يعني بنعمل لفتة انسانية تكريما وتقديرا للمرحوم الفنان عهدي صادق، وانا اعرف انه يعني كان في زمالة وصداقة وجمعكم الكثير من المواقف والكثير من الاعمال. كلمنا عن عهدي صادق الزميل ورحلة العمل ورحلة الكفاح، كلمنا اللي حابب تقوله عن عهدي احنا ما نعرفوش. اولا الله يرحمه، انا يعني عايز اقول هو كان حاجة حلوة قوي قوي. طبعا ممثل يعني انا يعني الكاركترات اللي بيلعبها او الادوار اللي بيلعبها ما اعتقدش ان حد غيره ممكن يلعبها، ده نمرة واحد. بس انا هتكلم عن الله يرحمه عهدي صادق الانسان. عهدي كان حاجة حلوة قوي قوي قوي. انا كنت على اتصال بي دائما على الواتس، يعني اصبح عليه يصبح عليا اصبح كده فتره جامده جدا. جيت السنه اللي فاتت في يناير، خدت الكورونا زي كل الناس وهكذا وبتاع، ف 3 4 5 ايام مفتقدني، ما فيش ما سالتش عليه بالظبط. فلقيته بيكلمني، يعني مش ما اخبارك ايه يا حبيبي طم كده بتاع. فالمهم انا بكلمني المدام، قالت له هو الوضع كذا وبتاع ان شاء الله. لا 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 انا حصلي له، انا ان شاء الله خير ان شاء الله خير بتاع. ده جانب. الحاجه الثانيه بقى، انا من شهرين ثلاثه لانه في تواصل باستمرار على الواتس، ففجاه نفس الموضوع حصل بالنسبه لي معاه انه 4 5، فكلمته قال لي يا بابا انا تعبان جدا، انا عند اختي او اخويا مش فاكر، يعني اخوي عند اخويا وصوته متهدي جدا. صدقني يا عادي ربنا هيتمجد يا حبيبي، ما تقلقش خالص ان شاء الله خير، شفعت ام النور. وطبعا طيبت خاطره بكلمتين، وكان خيالي انه طبعا الاعمار دي بتاعت ربنا، يعني انا كان خيالي ان احنا وما قعدت. قال لي لا بس انا بشوفها. وعلى اتصال كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، ربنا شاهد يعني، انه خبر وفاته. بس انا في النهاية عايز اقول انه ربنا محدد ميعاد لكل انسان فينا، طبعا فهو ده التوقيت، ده عايز اقول هو ده احسن توقيت اختاروا فيه ربنا. مع المسيح ذاك افضل جدا. هو كان انسان حلو قوي، محب جدا، صداقة بلا أي مصلحة، أخوة. أنا طبعا أنا اشتركت معه برضو في الأفلام الدينية طبعا خفية الظل والتقمص الـ يعني ما يعني هقول إيه، أقول ربنا يرحمه ونيح روحه ويعزينا كلنا ويفتقد أسرته، وبقى لنا شفيع في السماء. أنا بشكرك جدا يا أستاذ ناجي، ويعني شكرا محبتك، وربنا يعزيك ويعزينا جميعا. بشكرك على وجودك معنا تكريما وتقديرا للأستاذ عهدي صادق، ربنا يرحمه، واحد من نجوم ملح الفن، ربنا يرحمه ويعزي كل أسرته ومحبيه.